لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. هل أؤمن معهم؟ نعم، أؤمن معهم؟ هل تمنعهم؟ أؤمن معهم في الدعاء؟ اذا دعوا لا بأس ان تؤمن، الخلاف شر، لكن هو في هيئته وعلى هيئته لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. حياكم.